الرحيم. اهلا بحضراتكم حلقه جديده من حلقات قناه خط بيت التالي يوتيوب. انا عايز اتكلم بس عن حاجه مهمه جدا، التعليقات اللي شفتها واخر فيديو انا عملته وانا ما عرضتش فيه غير صدفه، وهي بتلم تبرعات. ناس كتير يقولوا لي هي بتسرق ولا بتسرقش ولا بتعمل ولا مالكش دعوه بذمم الناس، وفي ناس تقول لي لا ده هي خدت تبرعات وصرفتها ومش عارف ايه وجابت بيها ايه وعمل. يا جماعه لا، اقسم بالله انا ما قلت الكلام ده خالص ولا اجرأ اقوله، بس عشان نبقى فاهمين متفقين. انا عرضت اللي هي قالته بس. ناس بقى تزود وتكتب لي في تعليقات انت بتتهمها بايه. انا ما اتهمتش بحاجه، انا ما اتهمتش بحاجه، اللي على راسه بحسس عليها، واللي شايف نفسه انه متهم بحاجه يطلع يدافع عنها. لكن انا اتهمت؟ لا ما اتهمتش بحاشا لله. وبقى اختلافي مع صدفه لها كل الاحترام والتقدير، ولا يمكن ابدا ان امسها باي كلمه من بعيد او من قريب بخطا او بلفظ او باتهام معين. لكن كل ما هنالك انا مش عاجبني اسلوبها، وقلت ده اسلوب تكبير القنوات بيبقى ازاي. دي فكرته يا جماعه، وفكره معروفه قوي، تطلع تتناقض مع قناه ثانيه وقناه ثانيه تشتمك وتشتمها، وتبدا الناس تشوف الدنيا فيها ايه، وتبدا تعمل مشاهدات وتبدا تهتم بالقناتين. وفي ناس بتكبر القنوات، تاخد فلوس من الناس عشان خاطر تشتمها في القناه وهي تشتمها في القناه بتاعتها، فتبدا الدنيا تتظبط المشاهدات عند دي وعند دي. اسمه تكبير القنوات وتدعيم القنوات. فانا ما بقولش ان ده بيحصل مع الصدفه، انا لا بقول الاسلوب ده بيبقى كده، الاسلوب ده عشان تكبري قناه. تعالوا نحلل بالمنطق كده وبالعقل. في خلافات بيني وبين جوزها، الناس اللي بيقولوا لي انت بتغلط فيها وبتجيب سيرتها، طب ما هي اللي جايبه سيره نفسها وانا جبت سيره حد؟ طب انتوا بذمتكم ولا بذمتكم؟ انا اعرف حاجه عن مشاكل بينهم من بعض ولا هي اللي طلعت وقالت المشاكل؟ هو ينفع واحده تشتم جوز اختها بالشكل ده؟ طيب في ناس قالت ده كده بتسوق سمعه بنات اختها، هم مش بيفكروا في كده، هم بيفكروا في ايه؟ بص، لما حصلت مشاكل اختها عامله قناه، حلو، تقوم قايله مشاكل، وجوز اختها راح عامل قناه، تفتكروا انتوا ليه؟ يعني انتوا بالمنطق كده وبالعقل، هو في حد يعمل مشاكل مع زوجته واحده تعمل مشاكل مع جوزها، او في واحده تشوف جوزها وجوز اختها بيتخانقوا مع بعض فتتكلم عنهم فده يعمل قناه وده يعمل قناه؟ يا جماعه افهموا بقى، اعمال القناه دي والتسخين والشتيمه والحوارات دي كلها عشان يكبروا القنوات الجديده. يا ريت بقى يعني الناس تفهم، انا ما بغلطش في حد، انا بنتقد بادب وباسلوب ظريف، اظن كده يعني، وحسب تعليقات ناس كتير قوي موجوده معايا على القناه. لكن اللي زاد وغطى ان هي بقت تتكلم في مشاكلها، مشاكل الاول كانت بتتكلم فيها على القنوات الثانيه، دلوقتي بقت تتكلم عن مشاكلهم الشخصيه بقى، ودي تشتم دي وجوز ده، حتى اخت جوزها عملت قناه. ايه هو ايه؟ هو انتوا الوسائل عندكم بتاعت الخلافات والنقاش حوالين خلافاتكم بقت في القنوات؟ انتوا عارفوش تقعدوا مع بعض وتتكلموا، ولا انتوا ليكوا هدف تاني؟ الهدف التاني تكبير القنوات دي وتعمل مشاهدات، بدل ما تبقى قناه واحده في العيله تبقى 10 قنوات في العيله، حلوه قوي. وايه بقى؟ كل موضع ملهلبه، كل موضع شطه، مفيش موضوع واحد بيتكلموا عنه يستحق التقدير. شوف انا هقول لكم على حاجه جميله جدا، هي انا قلت لها تحديني يا صدفه واعملي فيديوهات ما فيهاش شتيمه خالص، وشوفي ارباحك وقارنيها بارباح الشهر اللي قبل كده اللي كان فيه كله شتيمه. ما عملتش الكلام ونفضت. طيب انا بقترح اقتراح تاني، ما زال التحدي الاولاني موجود والاقتراح الاولاني موجود. ايه رايك الفيديوهات اللي بتعملي فيها شتيمه وبتشتكي فيها وبتقعدي تشتموا ببعضيكوا وتعملوا مشاكلكوا ما تحطيش عليها الربح؟ في اختيار يا جماعه، عايز الفيديو ده يحقق ربح ولا لا؟ اتحط عليه اعلانات ولا لا؟ خليها بقى تختار ما تحطش عليه اعلانات. ايه رايكم؟ واظن اللي هدفه من الشتيمه في القنوات، يعني لو جوز اختها هدفه الشتيمه في القنوات بس ويرد على صدفه، طب ما تعملش يا سيدي تحقيق ربح. طب انت يا صدفه ما تعمليش تحقيق ربح، رد على الراجل اللي بيشتمك وانت بتشتميه. انتوا ما فيش تليفونات عندكم؟ التليفونات اتقلبت لقنوات ولا عشان تبقى فرجه للناس ومشاهدات؟ فرجه للناس ومشاهدات. انا افتكر بس حاجه قبل ما اخلص الكلام ده، انا بعتذر والله العظيم، اقسم بالله يا جماعه انا ما عندي وقت، انا برجع البيت متاخر من الشغل، ما بعرفش اعمل اي شغل، ما بعرفش اعمل اي فيديو. الفيديو ده هدفه ومقصده يا صدفه ما تعمليش ربح على الفيديوهات اللي بتعملي فيها شتيمه. كده قعد له كده، انا ما قلتش حاجه اهو. ايه رايك؟ حاجه بسيطه وسهله، هتطلعي تقولي بسم الله الرحمن الرحيم يلا انا ناوي اشتم، تقوم عامله ايه؟ دايسه على اختيار كده مفيش تحقيق الربح. الموضوع سهل وظريف.
بالنسبه للتعليقات بقى، الناس اللي بتتهمني بان انا مش محترم، لا انا محترم غصب عن اي حد. مش محترم، قولي مش محترم ليه؟ في ناس بتقول لي بتجيب سيره النسوان، نسوان مين؟ ده هم اللي بيجيبوا في سيره نفسهم، مفاتحين نفسهم ومهزئين نفسهم. انا مالي؟ انا بقول عيب كده، اتلموا يا جماعه، يا اللي انتوا قرايب يا اللي انتوا نسايب، بطلوا تشتموا في بعضيكم، خلي الشتيمه دي بينكم وبين بعض، خلي خلافاتكم بينكم وبين بعض. ده لو كان هدفكم انك تقولوا، ما فيش حد هدفه يطلع يحكي حكايته بصراحه ومشاكله، عمري ما شفت كده. دي افكار شيطانيه لتكبير القنوات. المليون وربع اللي عندها يبقوا 2 مليون. جوز اختها اسامه تقريبا اللي عنده قناه لسه عاملها عشان مختلف مع مراته ويطلع يحكي حكاياته فيها، هتبدا بقى تكبر وتشتغل، واختها كمان تعمل قناه، واخت جوزها كمان تعمل قناه. ده دول بيتطموا في البيت كده ويعملوا خطط للحوارات دي يا جماعه، انتوا بتتكلموا في ايه؟ ده دول كده بيقعدوا مع بعض، هي يا جماعه نقول ايه النهارده؟ هنشتم في مين؟ انت اشتمي في فلان، وانت اشتمي في فلان، وهم يتفقوا مع بعضيهم وخلصت الحديضه، حدكم زي حضراتكم زي الحلوين. بتعمل ايه؟ بتتفرجوا عليهم وتقولوا امين. تعالوا التعليقات دي بتقول لي حسبي الله ونعم الوكيل، بتبوظ سمعتي. انا بوظ سمعه مين؟ ده مبوظه سمعه نفسها. دي قايله المليون وربع حكايتهم ومشاكلهم، ومش عايز اقول حاجه ثانيه. ده الغسيل مش نضيف كله بيتنشر. انا بقى ببوظ سمعه مين؟ ده انا بقول لها والنبي حافظي على سمعتك، والنبي ببوظي سمعتك، وحياه ابوكي مالينا دعوه بمشاكلك، وما يصح تشتمي جوز اختك، ده انت بتبلغي فيه بتقولي تاجر مخدرات. يعني انت من عيله وبتقول الحقوا الراجل ده بيتاجر في المخدرات، ده رسمي. فين بقى الناس بقى اللي تهتم بالكلام ده وتاخدها تعالي بقى يا صدفه، انت بتقول الراجل ده بيتاجر في المخدرات؟ يا خبر ابيض، تعالي بقى ما نشوفه بقى، تعالى يا حبيبي، تعالى يا اسقس يا كميل، انت الكميل، تعالى تاجر في المخدرات ياض، تعالى تعالى، ايوه تحقيق بقى، يا مراقبه بقى، يا يشوفوا تصرفاته ايه. ده اتهام خطير جدا، اتهام خطير جدا. ده انت لو قلته بين واحد بينك وبين واحد تاني تعرفه، ده المفروض يقلب لك الدنيا، ده يروح يعمل فيك بلاغ على طول. انت بتقول عنه تاجر مخدرات وتشهير وتسويق سمعه ايه ده؟ يا جماعه والله العظيم انا مغلطان في حاجه، بلاش تقولوا لي حسب الله ونعم الوكيل، عشان حد كلمه كبيره قوي، وانا والله العظيم بقعد احاسب نفسي. انا غلطان في اللي انا بقوله، انا سالت والله العظيم وسالت ناس بتوع الدين، يا جماعه في ناس بتعمل 1 2 3 وانا بقول الكلام اللي بيعملوه ده غلط، انا كده غلطان؟ ناس تقول لي الفلوس اللي بتاخدها دي حرام، ازاي تصرفها على اولادك؟ انا اولاد ايه؟ ده كل اللي هي جايباه فيديوهات صدفه، ده انا عامل 800,000 فيديو، 1000 فيديو صدفه، ناس عدوها لي امبارح يقولوا لي عامل عليها 13 فيديو بس. بتتكلموا في ايه؟ فبلاش بقى الاتهامات دي. انا شايف ان الامور بدات تزيد، وفي فيديو جاي تابعوه بجد بجد هيبقى خطير جدا، بس انا لاقي فرصه، غالبا هينزل يوم الجمعه ان شاء الله او السبت. فارجوكم تابعوا الفيديو اللي جاي، وارجوكم انا ما بتهمش حد بالسرقه ولا سرقه تبرعات ولا الكلام الفارغ ده خالص، ولا اقدر. انا بس بعرض فيديو الناس كانت ايه الاول من سنه واحده بس، كانت ايه وضعها ايه وقاعده فين وازاي، ومره واحده بدات الدنيا تانية وعالم تاني، والفلوس كانت بتجيلها من بره تبرعات قد كده. النفس اماره بالسوق. انا بقى لو انا بقول الكلام ده طب تطلع تنفيه، بس انا ما بقولش الكلام ده، ما بقولش سرقه تبرعات حد ولا عملت حاجه زي كده. بس لو انتوا شايفين كده او هي شايفه كده تطلع تنفي، تقول والله ايه ده؟ لا ازاي انت بتقول الكلام ده؟ ايه معايا اتصالات؟ معايا. وبعدين بقى في نقطه، حكايه التبرعات دي لازم بتبقى باشراف وزاره التضامن. لازم، مفيش حاجه اسمها كده. ولو قلت انا باخد تبرعات تقدم لوزاره التضامن تقول لها، على حسب علمي والله اعلم، اللي عنده معلومه ثانيه صححها لي. بتقول لي وزاره التضامن والله في ناس كذا كذا بعد التبرعات، وانا هعمل بيها كذا وكذا وكذا. لكن مش مع نفسك، مش حد ياخد تبرعات الناس كده ويعيش كده مع نفسه، ما ينفعش. طب انت مش خايفه من الكيلة والقل؟ يعني انت بتقولي ربنا فتح عليك وجبت شقه واتنين وي 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 والكلام ده كله. في ناس فاتحه اليوتيوب يا جماعه، احمد حسن ده فاتحه بقاله 4 5 سنين تقريبا، ما افتكرش انه كسب المكاسب دي كلها وقت حد. بجد في يوتيوبر كتير قوي فات في سنين ما حصلش معاهم كده، ما اختنوش الغناء مره واحده ده كده، ما ينفع. مش في سنه خالص اتحقق ربح اليوتيوب. انا معاكم هنا، اتمنى يا رب اشوف تعليقاتكم واشوف ارائكم، ومحتاج دعمكم. الفيديو اللي جاي خطير جدا، الفيديو اللي جاي صدفه مش هتتوقعه نهائي، ولا حضراتكم هتتوقعوا، ولا انا ممكن اتوقع صدايا يبقى عامل ازاي عليكم. شكرا ليكم. اعز الله وامنه.